مساء الخير وحلقة جديدة من دائرة الضوء على قناة تانية في تلفزيون مصر العربية ومحطة إذاعة الشرق الأوسط. النهاردة الأربع وكل يوم أربع زي حضراتكم ما تعودتوا، معدنا مع إبداع مسابقة إبداع اللي عملتها وزارة الشباب، عملت خمس مسابقات والستة شغالة دلوقتي. إبداع اللي هي كانت فكرة إن النهاردة الشباب في الجامعات والمعاهد العليا لم يكن يستطيع أي شاب أو أي فتاة إنه يقدر يمارس أي نشاط تربوي داخل الجامعة. هيتضرب بالجنازير والسند وهتبقى حكايته مش حكاية. نجحت وزارة الشباب أن تكسر هذا الأمر من خمس سنين. واستطاعت إن هي تقدر تعمل مسابقة. النهاردة ما شاء الله المسابقة مش أقل من 150 ألف واحد بيشتركوا فيها من جامعات مصر ومعاهد مصر العليا. مسابقة إبداع وإن كانت حاجة متأخرة أو كان مفروض تبقى موجودة من زمان إنما حصلت. ومش بس المسابقة، الحقيقة الشيء الرائع جدا إن وزارة الشباب الحقيقة المؤسس خالد عبد العزيز ما بقاش المسألة إن نختار ناس واكتشف ناس زي المسابقات اللي بتتعمل في لبنان والحاجات دي كلها وبعد كده هو مع نفسه بقى، لا، الوزارة عملت أوركسترا. النهاردة فيه أكتر من 400 عازف وعازفة ومطرب ومطربة، وهم دول اللي بنلتقي معاهم كل يوم أربع. الحقيقة مواهب مصرية شابة، منهم النهاردة، يعني النهاردة احنا معانا الأوركسترا بقيادة المايسترو عبد الرحمن سعيد والمطربة غادة عصام. غادة عصام صوتها كويس وموهبة برضو من المواهب اللي جاية اللي نقدر ننتصرها. احنا عندنا مواهب كتير جدا ومصر لم ولن تنضب عن انبات المواهب. هي الفكرة كلها لما المواهب تظهر في اي مجال ازاي نقدر نعمل لها الرعاية الصح وازاي نحطها على الطريق الصحيح. في الاول خالص الموهوب ما بيعرفش انه موهوب، ولا احنا نعرف انه موهوب الا لما يمارس. بس فاحنا عندنا اغلب مواهبنا لغاية فترة قريبة جدا وهتقعد لفترة قدام كبيرة جدا هتبقى بالصدفة أو المصادفة، إنما المواهب الحقيقية الكثيرة ما شفناهاش، طلعت وراحت ومحدش خد باله منه. بدأوا حضراتكم النهاردة هتشاهدوا النهاردة يعني في مجموعة خمس أغاني هتقدمهم إن شاء الله غادة عصام مع أوركسترا وزارة الشباب والرياضة والمايسترو عبد الرحمن سعيد. انتظرونا في الجزء الثاني إن شاء الله من الحلقة. امبارح شفنا كلنا الصور الرئيس السيسي لما استقبل اثنين من سيدات مصر اللي هم قدموا اتبرعوا. واحده كانت رايحه عمره مع 40,000 جنيه قالت لا مصر اولى، والثانيه معاها دهب قالت الدهب مش هيحميني والدهب مش هيعمل لي حاجه انما احنا نساعد في مصر. برعت بدهب بحوالي 260,000 جنيه غير 10,000 جنيه نقدا. اللقاء اكيد كان في لقاء وحصل فيه كلام كتير احنا ما عرفناهوش. احنا شفنا امبارح فيديو بسيط او صور مجموعه من الصور. النهارده تعالوا نشوف الفيديو ده، الرئيس السيسي في استقباله اثنين من سيدات مصر يعني العظيمات الحقيقه. وانا عايز اقول المراه المصريه في كل لحظه وفي كل وقت هي دايما اللي بتعمل المبادئه وهي اللي بتعمل المبادره وهي دايما القدوه وهي دايما القاطره اللي بتشد وراها الشعب المصري. تعالوا نشوف الرئيس السيسي وعظمة المرأة المصرية. والله دايما امهاتنا بيشرفونا، احنا اسعد باننا وصلنا لحضرتك. لا والله بجد، انا والله العظيم لما نفسي اشوفكم. لا ربنا يخليك، ربنا معاك والله، شايل حمل جبل والله. ابن عوزك لا والله ابن عوزك كل الامور بتبقى هينا. ربنا معاك وبنقول ربنا معاك والشعب وراك. ربنا سبحانه وتعالى يا رب يكون معانا دايما ان شاء الله. اللهم امين. اللهم امين يا رب. ربنا يحفظك وربنا يحميك ويحمي مصر ويحمي جيش مصر. مش انا بقول لكم انه يعني دايما اتكلم لما اتكلم عن الست المصرية الناس بتستغرب يعني. طب انا يعني ساعات بيجي لي تعليقات كل مش عايز اقول اكتر من 95% من تعليقات الست المصرية تعليق ايجابي.
95 ده على الفيسبوك. بقول اكتر من 95% من تعليقات الست المصريه الفيسبوك في اي فرصه الاقي ان هي سبحان الله العظيم هي اللي دايما تقول هنستحمل شويه ونستحمل هي تحيا مصر بيك تحيا مصر بيك مصر بينا كلنا وبدعواتكم الطيبه زعيمها وشعبها وجيشها يا رب بينا كلنا بينا كلنا الله يحميكم. فاللي انتوا عملتوه يعني احنا ما عملناش رمز ومعنى كبير يعني احنا ما عملناش كتر خيركم وربنا يسعدكم والله انا تفائلت جدا لما شفتكم النهارده ان شاء الله يعني واحنا متفائلين بسيادتك وربنا ينصرك ويقويك امين يا رب ويعينك على الحمل اللي انت شايله الأمانة والله الحمل ده ما هو الأمانة دي من ضمن الأحمال والله الحمل ده هين برضا الناس الحمد لله الله يرضى عنك أنا عايز أقول لربنا يعني مع حضرتك وينصرك ويقويك ويحمي بلدنا آمين يا رب آمين ويرد كيد أعدائها آمين يا رب العالمين والشعب وراك ربنا يسدد خطاك الله يرضى عنك برضا الناس اللي ربنا يحبه بيحب فيه الناس الله وانت ربنا بيحبك اكيد يا رب يكون اكيد امين يا رب مش عايزين اكتر من كده ايه كمان ويديك الصحه يدينا كلنا الصحه ويقويك على اللي انت فيه اللهم امين مش هنقول اكتر من كده اللهم امين يا رب العالمين يا رب ايه كمان سلامتك ورودي لا كفايه وقت حضرتك يعني مش عايزين نضيعه اكتر من كده والله الوقت انا بتهيألي انت ما بتنامش الوقت ده ما يغلى عليك وقت سعادتك ما بتنامش والله حضرتك ربنا يقويك على كده والله شوفي يعني انتم اهلي وناس يعني والله الله يسعدك الله يخليك انا الان من 2001 من 2011 نعم القلق من 2011 وحتى الان هو الفكره كلها انا ما بقصدش بيها حاجه بعينها لا انا اقصد بيها الحاله حاله بلدنا والاضطراب اللي حصل في السبع سنين دول حتى في 30 يونيو يعني 2011 و30 يونيو عشان بس الامور تبقى واضحه طيب عشان ما حدش يفهم ان انا اقصد اساءه لا لا احنا مش بنسيب لحد لا انا بتكلم على نفسي لا لا انا اقصد اقول بيها انا عمرك ما اسالت الحاجه يا رب يجعلني كده ده كتاب الله نعم نعم مصحف شكرين شكرين الشيخ المنشاوي شكرين يحفظك ربنا ربنا يخليك انا سعيد جدا بيك ويخليكوا لينا يا رب ربنا يخليك اللهم والله حتتنصر والله لم يغمد سيفك اللهم ولم يكسر يعني الدعوات الرئيس والست يا بتدعي له الحقيقه ما هي مصر مصر ربنا منجيها ومصر ربنا حفظها بدول باهالينا الطيبين اللي هم بينهم بين ربنا عمار الحقيقه يعني بالدعوه الصادقه اللي بيعملوها وبالتصرف الصادق اللي بيعملوه يعني احنا لما بنشوف اتنين يعني انا شايفه ان هم يمثلنا المرأة المصرية تصرف عفوي تصرف بجد هم حاسين بده وعملوا ده وهو ده طبعا الناس لو تاخد بالها ما هو احنا دي بلدنا بس طبعا لازم نلتمس بعض العذر للشباب اللي مش عارف لان الضغوط اللي اتعرض اليها والفوضى اللي اتعرض والفترة بتاعت الحرب الجيل الخامس المطبقة علينا من 97 و98 الحقيقه عملت مفعول جامد جدا ومحدش خد باله. فالنهارده اللي مش واخد باله واللي مش معانا واللي رافض واللي تايه والكلام ده كله بينكر والكلام ده كله ودول مش كتير. بس هم دول نتاج الفتره اللي فاتت دي. انما طول ما زي ست سيدات محمد اسماعيل عامر دي اللي هي على يمين سياده الرئيس اللي اهدته القرآن الكريم بصوت المنشاوي شيخ المنشاوي
طول ما امهاتنا واخواتنا واهالينا واولادنا وبناتنا، طول ما المراه المصريه بده هيبقى شيء عظيم جدا. الرئيس قال كلمه مهمه فبتقول له الحمل عليك تقيل، بيقول لها الحمل هين برضا الناس. يا سلام، الحمل هين برضا الناس. يعني ما هو يعني فكرة الرضا، وطبعا رضا الناس وحب الناس واختيار الناس، ما هو ده برضو من يعني ده شيء برضو يعني نقدر نقول انه كنز كبير جدا. ورغم ان الفترة لما تيجي نشوف من 30 يونيو وما بعد 30 يونيو والاجماع الهائل جدا، لان كان ساعتها المصريين كل مصر كلها شايفة ان المنقذ هو المشير السيسي وقتها، ما كانش هو ده المنقذ، وهو ربنا سبحانه وتعالى لما قال في كتابه الكريم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، صدق الله العظيم. ربنا هو اللي بيدي الملك، مش صناديق الاقتراع على فكره، ده 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 الشكل والاسباب، انما في المضمون ربنا بيدي الملك، والملك قد يكون رئيس دوله، والملك قد يكون رئيس في مكان الملك، انما هو الملك ده اللي ربنا اللي بيديه وربنا سبحانه وتعالى اللي بينزعه. في الفترة اللي ما كانش لها لون ولا شكل ولا أي حاجة ولا حد قادر يعرف أي حاجة في أي موضوع، فترة كانت صعبة جدا 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 جدا، حكم الإخوان وثبت إن هم متوحشين وعندهم توحش شديد جدا، وواضح إنهم بيأخون الدولة كلها وبيفكوها كلها، واللي مش عاجبه كانوا هو في الآخر الدكتور محمد مرسي الرئيس الأسبق قال في خطابه له ما تنهوش يعني سنة واحدة كفاية، وهي فعلا كانت سنة واحدة كفاية، هو كان بيقول لنا إحنا سنة واحدة كفاية عليكم دلع بقى يعني. وهو ما يعني هو نطق بما عبر عنه 30 مليون سنة واحدة كفاية عليك انت وعلى الاخوان بتوعك. في الفترة دي ما كانش باين اي حاجة، مين اللي هيشيل الشيلة دي كلها؟ ما فيش واحد فيك يا مصر اللي ما عارف طبيعة الازمات اللي فيها البلد، في كل مجال عندنا ازمة وعندنا كلنا عارفين، امير بعضنا ينكر لما يجي الرئيس السيسي ياخد ويشتغل بينكر جزء من اللي بينكروا دولت اللي هم النخبه اللي هم كانوا عايزين يبقوا في الصوره، يعني هم متخيلين ان هتبقى المساله ما تبقاش دوله، دي تبقى اي حاجه تانية، انما ما تبقاش دوله لما يبقى رئيس الدوله كل يوم بيقوم الصبحيه يكلم النخبه ده والنخبه ده والنخبه وياخد رايه في ده، ما تبقاش دوله، تبقى هزار. هم كانوا متخيلين كده، وكانوا متخيلين ان هم يعني لازم. طب انا بس بشاهد حضراتكم حد من حضراتكم وكل اي حد بيقول حاجه بتبقى موجوده مرصوده ويقدر يجيبها، ظبطنا في مره واحد من النخبه دولت او الثوريين دولت او الثوار دول اي واحد بس الف مره يعني فكره لحل المشكله، واحد في مره قال احنا عندنا ازمه الحكايه ديت وانا بتصور نحلها كذا؟ لا، واحد منهم في مره لما استشهد ضابط من الجيش او من الشرطه نعاه قال يعني كده وكده؟ لا، واحد منهم مره واحده بس حاول ينبه ان احنا عندنا ازمه كبيره جدا، كل ازماتنا في ناحيه وعندنا ازمه مستحكمه بنزيد 2 مليون كل سنه، يطلع يشرح بقى هو انت يا راجل بقى انت هو انت بتعارض عشان كرسي ولا بتعارض عشان وطن يبقى احسن؟ في كل الدنيا المعارضة عشان الوطن للأفضل. طب انت شايف ان مشكلة المشاكل وام المشاكل الزيادة السكانية، لانك انت مهما بتعمل تنمية بتلتهم، هتعمل 2 مليون بنزيد كل سنة، ال 2 مليون اللي زادوا في 2017 اللي عدت ديت بعد 6 سنين مطلوب لهم 2000 مدرسة، ال 2 مليون دول محتاجين شوارع اكتر، محتاجين اكل اكتر، محتاجين كده يعني، ده المعدل الزياده السكانيه كبير جدا بمعدل النمو الاقتصادي بتاعنا، احنا ما فيش يعني احنا ما ده احنا كنا في لابسين في قطر سكه حديد، كان مصر هتعلن افلاسها، ما حدش يقول ده، لانه لو قال ده كده معناها انه بيختلق عذر للرئيس السيسي، وهم مش عايزين ده، هم كارهين الله. طب ما انتوا كلكم في 30 يونيو قبل 30 يونيو
كنتوا يعني ما تتكلموش ومصدرينه ومصدرين الدنيا ومستنيين هيعمل ايه، لانه كنت لما الاخوان ركبوا ومنهم بعض النخبه، وحضراتكم عارفين ان الكلام ده اتقال، قالوا الاخوان ولا 500 سنه وكله استخبى بقى، وهم دول اللي تحالفوا مع الاخوان، وهم دول اللي دخلوا مجلس الشعب ولا النواب مع الاخوان وتحالفوا، وهم دول اللي اتفقوا على 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 وقال لك عصرنا الليمون ومعلش كده، هم دول. ولما حصل اللي حصل واستاذ حاله قال لك ما نقدرش عليهم، فابتدوا يطلعوا يقول لك اصل احنا شاركنا في 30 يونيو، انت ما كنتش مشارك في 30 يونيو، انت كنت عايز الاخوان تمشي في الطريق اللي يعمل اخوان، وما انت ما يمشي الاخوان تبتدي تهاجمه تاني الجيش وتهاجمه الرئيس وتهاجمه اي حد تاني، لان كنت المساله مش بلد بالنسبه ليكم ولا وطن، المساله حاجه تانيه، حاجه تانيه ووضحت، والشعب المصري يقدر يفرز ده كله. اللقاء اللي تم ده اللي احنا شفنا الفيديو بتاعه، اتنين من سيدات مصر الحقيقه، الفكره والمعنى والاستقبال الرئيس او الحوار اللي دار بين سيادة الرئيس والستات. بس اللي انا عايز اقوله عشان كده احنا ما نخافش على مصر طول ما طول ما اهالينا دول موجودين، ما نخافش على مصر طول ما الروح دي موجوده، ما تخاف، ما حدش يخاف. اذا كان في واحد طالح ولا واحد جانح ولا واحد رايح كده ولا كده، في قصاده 10 كويسين. النهارده الرئيس زار مقر وزاره الداخليه ولمتابعه يعني في غرفه العمليه بتاعتها، متابعه دور العمليه الشامله سيناء 2018، دور الشرطه في العمليه الشامله وجهود الشرطه في مجال ضبط الامن وترسيخ الاستقرار. الرئيس قال ان نزول المصريين في حشود للإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسيه هو قرار وواجب وطني يصب في مصلحه مصر وليس مصلحه شخص معين. الرئيس قال اي برضو ان المشاركه الكثيفه في الانتخابات يساعد على تحسين صوره مصر امام العالم. الرئيس ذكر المصريين بتلبيه دعوته بالتفويض لمحاربه الارهاب في 24 يوليو 2013 وبيقول ونزلت الجماهير لتملا الميادين في 26 يوليو، مشيرا الى ان مثل هذا الموقف وغيره كثير عززت تحسين صوره مصر وقدمتها في صوره قويه امام العالم. عايز بس افكر حضراتكم، الرئيس لما طلع كان الكلام ده يوم 4، كنا في رمضان، وقال ان انا بطلب من الشعب المصري ان هو ينزل في ميادين يوم 26 يوليو يوم الجمعه عشان يدي تفويض لجيش مصر عشان ارهاب محتمل وكده. نزل 40 مليون في رمضان صيام، و 40 مليون نزلوا في ميادين مصر. احنا النزول في الانتخابات برضو عشان الموضوع له انتخابات، ولو الانتخابات فيها دي 500 واحد مرشحين، ولو الانتخابات دي فيها نزول المصريين للمشاركه في الانتخابات، ما هو لو حضرتك ما نزلتش وديت بصوتك وادليت برايك، ما يبقى لو ما نزلتش ما يبقاش لك راي، ما تديش تقول لي انت عملت ده كده وده غلط، لا 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 لا. الناس اللي قالت قطع الانتخابات ده خلاص ما تكلمش في اي حاجه، من طرفت كل حاجه، انت مالكش راي في حاجه ولا لك راي في الموضوع. النزول ده مهم، انتوا حضراتكم عارفين الحدوته على مصر، بعد شويه هنشوف الاتحاد الاوروبي على الاكاذيب اللي معموله ووزاره الخارجيه ازاي بتردوا الكلام ده كله. هم حد مش سايبين مصر في حالها ولا سايبين الرئيس في حاله، ولا لازم ناخد بالنا. اقل حاجه نقدر نعملها النزول بقى في الانتخابات دي عشان نقدر نقول للعالم لا، الشعب المصري ورا قيادته، والشعب المصري حريص على ان مصر تمضي قدما، وحريص على سلامه واستقرار مصر، وحريص ان مصر تطلع لقدام، ومصر طالعه طالعه ان شاء الله. الرئيس قال من الافضل ان يشارك كل الذين لم حقوا تصويت ويقول سلسوم لا، يعني بيقول يشترك ويقول لا. افضل كثيرا من يشارك نصف الذين لهم حق التصويت ويقول معظمهم نعم، ونحن نتعهد ان نكون امناء على كل صوت، انزل وقول لا في الانتخابات، لان كلمه لا صوره جميله عن مصر ايضا. يعني شوف وصل الامر، بيقول انزل يا عم، قول لا بس انزل شارك، بين للناس ان المصريين خايفين على بلدهم ولهم راي في بلدهم. هتقول لي ان اصل ما حدش نزل واصل كان في استقصاد للي نزل، لا ما كانش في استقصاد لحد ولا حد استقصاد، هم اللي كانوا عاملين حسابهم اتنين تلاته هيترشحوا والكلام ده كله، ولا استقصاد ولا في اي حد من الاسماء، مع احترامي الكامل للاسماء ديت اللي كانت بيقولوا احنا هننزل وما نزلوش لاي سبب، ولو هم و500 زيهم ولا لهم حاجه بالنسبه لشعبيه الرئيس السيسي، فالمساله مش كده. خوف من ايه؟ اطلع فاصل يا عم.
النهارده في الاجتماع بتاع سياده الرئيس في زيارته لوزاره الداخليه وغرفه العمليات، الرئيس برضو شاهد كان عرضه في المين افلام وثائقيه، الاول عن جهود الشرطه في سيناء والتاني عن جهود الشرطه في مكافحه الجريمه بشكل عام. الفيلمين اللي هم الافلام التسليليه يعني الحقيقه انا طبعا اتمنى ان احنا يبعتهم لنا اخواننا في العلاقات العامه عشان نعرضهم عشان الناس تشوفهم بقى، يعني خدت بالك لان فعلا في جهد كبير جدا بيتعمل، واحنا عند يعني لغايه دلوقتي الجهد اللي معمول بامانه بقى شديده، الجهد اللي معمول في الدوله على مستوى المشروعات على مستوى طبعا احنا في الامن بنقول ان خلاص دي معلومات ما ينفعش، ده مساله يعني يتم الحفاظ عليها ومش يعني لازم يبقى فيها يعني كل كلمه لها اهميه، لان مش اي حاجه تتعرف تتقال فيما يخص المسائل الامنيه والمسائل اللي تدور في حرب الارهاب في سيناء. في جهد بيتعمل بس ممكن حاجه تتعمل، يعني فيلمين زي دول ما تبعتهم يا جماعه نعملهم ونزاحهم عشان الناس تشوف، لان الشرطه بتعمل يعني على سواء في الامن العام بالنسبه في البلد والكلام ده كله، ونفتكر اللي مش مصدق يفتكر. هفكر حضرتك بالفتره اللي كنت ان ما كان الناس بتمشي لو شاف خياله يخاف، يعني مش لا يعني كان ماشي مخضوض على طول، ما كانش اي حد مطمن على اي حاجه، بلدنا كان رايحه في سكه الله يدا يرجعها. يعني كون ان كل ده يروح وكون ان ده نستعيده وكون النهارده يبقى فيه الامن والامان ده كله بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى، ما هو ده جهد الشرطه. الناس اللي ما بينامش عشان ننام احنا، واللي هم في النهارده تخيل هو كل شغلته يتعامل مع واحد خارج على القانون، واحد قاتل، واحد كذا، واحد كذا، هو شغلته يتعامل معاه. احنا بقى اللي بيشتغل في بنك، اللي بيشتغل هنا بتتعامل مع ناس اسوياء، هو دي شغلته انه بيتعامل مع خارج على القانون. فيعني رهد كبير جدا. الرئيس الفيلمين رصدوا نجاح وزاره الداخليه على مدى الاشهر الماضيه في تحقيق نتائج امنيه كبيره سواء على ارض الفيروز في سيناء بالمشاركه مع القوات المسلحه أو خلال مداهمات معسكرات الإرهابيين في باقي المحافظات، حيث نجحت رئيس الأمن خلال الأشهر الماضية في ضرب معسكرات الإرهاب بطول الصحراء، حيث اقتحمت معسكر إرهابيين في إنا بمنطقة أبو تشت، وقتلت العناصر الإرهابية المتورطة في اغتيال الشهيد أحمد عبد الفتاح جمعة، واقتحمت معسكرات للإرهابيين في الصحراء الغربية غرب الجيزة، وقتلت 7 إرهابيين متورطون في استهداف أتوبيس المنيا وكنيستي طنطا والإسكندرية، وأحبطت استهداف الأكمنة ودور العبادة. الشرطة استهدفت برضه الشرطه استهدفت اجهزه معسكر الارهابيين في النطاق الكيلو 11 دائره مركز شرطه الاسماعيليه، قتلت 14 ارهابي واقتحمت معسكر لحسم الارهابيه الجماعات الارهابيه في احدى المناطق الصحراويه في الفيوم وقتلت 8 عناصر. الشرطه برضه ضربت معسكر الارهابيين في احد الضروب الصحراويه جنوب البلاد وقتلت قيادي واخواني و7 اخرين. ما دي العمليات التمشيط التي تتم لكل حته في مصر، لان اللي بيهرب يروح على الضروب الصحراويه على طول. الشرطه دهمت معسكر تدريب في منطقه تهيه بالشرقيه وضبط كميه كبيره من المتفجرات في مزرعه بالمنطقه وضبط عدد متهمين باغتيال النائب العام الراحل. تمت مداهمه معسكر ارهابي في منطقه جبليه جنوب اسوان. شوف احنا فيهيه في الشرقيه وبعدين نطلع على اسوان، وضبطت عدد متهمين في قضيه اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات. وتمت مداهمه مزرعه تم استخدامها كمعسكر لتدريب العناصر الارهابيه في مدق الجزار الابلي قرب قريه كفر ابو داوود بالمنوفيه. يعني ايه شرق وغرب في كل حته. الشرطه دهمت معسكر ومزرعه شاسعه في الدرنجات في البحيره مملوكه لقاضي اخواني، وتم قتل ارهابيين 2 وضبط كميه كبيره من الاسلحه ومصنع لاعداد المتفجرات. الشرطه دهمت معسكر ارهابي لتدريب العناصر الانتحاريه في منطقه عرب العوامر باسيوط، قتل 7 ارهابيين. الشرطه دهمت معسكر الارهابيين على طريق سفاجة سوهاج وقتل 8 ارهابيين. برضه الشرطه اقتحمت معسكر ارهابيين جنوب الجيزه وقتل 7 عناصر متطرفه. نجاح الداخليه في مواجهه الارهاب ده لم يقتصر انما حققت نجاحات امنيه كبيره في ملف الامن الجنائي، حيث اقتحمت عدد من البؤر الاجراميه على مستوى الجمهوريه وفككتها، ابرزها البلابيش في سوهاج وحمرة دوم وابو حزام والصمته بقنا وغيرهما من البؤر، وضبط اطنان من المخدرات قبل تهريبها للبلاد ونفذت الاف الاحكام وعادت الهدوء للبلاد. ده النهارده كان الشرطه قدام سياده الرئيس الفيلمين اللي تقدموا دولت، واللي عملته الشرطه لا يخفى على احد، هو بس خافي على اللي بينكره، واللي بينكره دولت والله لو مسكت الميه تجمد هينكره برضه. بلدنا في امن وفي امان، في امن وامان.
هيحصل حادثه هنا وحادثه هناك، احنا مش في الجنه طبيعي، طالما احنا بشر في ناس هتقتل وفي ناس هتعمل، انما احنا فين؟ فين احنا من الفتره اللي شفناها؟ وربنا ما يردحها ابدا. كل الشكر والتقدير والاحترام ليش مصر وشرطه مصر، والف رحمه على شهداء مصر، وربنا صبر اسره كل شهيد، وخالص التمنيات بشفاء لكل الارحانة من الشرطه ومن الجيش اللي هم قدموا اجزاء من اجسادهم عشان يحموا البلد. احنا في اللي احنا فيه ده كله محدش مصدق، وعشان كده كنا بنقول من 3 دقايق ولا من 5 دقايق يا جماعه الانتخابات فرصه ان نقول للعالم استنى اقف، مصر فيها شعب واقف وعارف. ما هو دي الحاجه الاختبار الحقيقي، ان الشعب المصري واعي للي بيحصل ولا لا. النهارده الاتحاد الاوروبي احنا عارفين انهم بقالوا عمالين بيدوروا الشكل. مصر النهارده رفضت البيان الاتحاد الاوروبي اللي هو في البند الرابع لمجلس حقوق الانسان. ما هو مجلس حقوق الانسان وجمعيات حقوق الانسان اللي هنا وكل حته بتتكلم عن حقوق الانسان دي معموله عشان خاطر اي حد عايزين يدوروا شكله او ينكدوا عليه او يبتدي يعمل اي حاجه يقولوا حقوق الانسان. اما تيجي تسالهم طب انت حقوق الانسان عندكم دي بتعملوا فيها ايه والكلام ده، يقول لك لا لا مالكش دعوه انت بالمساله دي. السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى الامم المتحده قال ان ادعاءات بعض الدول الاوروبيه مرسله وتفتقد الموضوعيه. طبعا ادعاءات مرسله فعلا، اتهامات كده. احنا معانا تليفون السفير علاء يوسف. دعا الدول اللي بتركز بياناتها على جهودها من اجل مكافحه مظاهر العنصريه الفجه وانتشار خطاب الكراهيه وتعريض على العنف وسوء معامله المهاجرين واللاجئين. انت هتتكلموا على حقوق الانسان؟ طب ما حدش منهم اترمش له عين من اللي بيحصل في سوريا. ما حدش منهم قال ايه اللي بيحصل ده في مينمار هناك لما المسلمين هناك بيتدبحوا. ده في صوره كانت من 3 سنين بيشوهم زي الخرفان العيال الصغيره. ما حدش اتكلم. ما حدش قال ايه اللي حصل في العراق. ما حدش قال ايه اللي بيحصل في اليمن. ما حدش قال ايه اللي بيحصل في ليبيا. وليبيا تقدير مش يعني تحديدا مش هيقدروا يتكلموا، لان ما كل الدماء التي سالت في ليبيا في رقبه قطر والاتحاد الاوروبي. يعني كل الدم اللي سال في ليبيا ده في رقبه قطر، حمد وابنه وائل ده ولا تميم ولا ما انا عارف اسمه ايه، والاتحاد الاوروبي. طيب انا كل حال انا معايا سياده اللواء ممدوح الامام. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ازيك يا ابراهيم بيه؟ هو الاتحاد الاوروبي يعني هو في طار بايت يعني معلومات حضرتك انت كده ولا كده؟ يعني عايز اعرف في بيننا وبين بعض شركه نخل مثلا وخدنا منهم حاجه، في ايه بالظبط؟ الله يا ابراهيم بيه، المشكله حضرتك ان الاتحاد الاوروبي يستقي جميع معلوماته من المنظمات التي يمولها. يعني هو حضرتك بيمول منظمات داخل مصر وبيستقي معلوماته من هذه المنظمات، وبالتالي هذه المنظمات من مصلحتها ان هي تقول ان الوضع في مصر سيء ليستمر التمويل، لان لو قالت ان الوضع في مصر يعني وردي خلاص دورها انتهى. والامثله طبعا حضرتك كتير، زي ما النهارده زي ما مصر ردت في جنيف النهارده، الأمثلة كتير جدا. مع ذلك برضو يعني نفس الأحجام من أول ما الرئيس السيسي تسلم الحكم، قبله كمان من أيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لا ما يعني حاجة بقت يعني احنا مثلا هستعرض مع سيادتك، احنا بقى هم بيتكلموا على ريجيني ده، واخد بال حضرتك؟ وطبعا من يعني طبعا ريجيني والحدوته والكلام ده كله جزء من المشكله اللي صنعها بعض الثوار عندنا اللي هم راحوا عند القنصليه الايطاليه ولعوا شمع بالظبط، وراحوا هناك حطوا بيحطوا ورد وقال لك كنتوا موتونا احنا وما تموتوش ريجيني، فخلاص بقى طب مين اللي موتوهم؟ وبعدين قال لك ما هو ده هم لقيناه ولان الامن اخده. طب والامن المصري مسك ريجيني، هنفترض هذا الكلام، وهو وعذب ريجيني، هنفترض هذا الكلام، ريجيني فيص في ايديهم 100، الامن المصري هيروح يرميه في الشارع؟
لا هو الامن المصري خايف من مين؟ خايف من يعني من مين اللي هيمسكه يعني؟ خدت بالك حضرتك هيختفي يا فندم يعني لو الامن المصري ما هيختفي هيختفي زي هيختفي فانا طبعا. يعني سذاجه شديده جدا اللي يتقال كده، انما طبعا احنا مين اللي عمل التحليلات ديت؟ للاسف الخونه اللي عندنا في الداخل. وهم لما جم في ايطاليا يتكلموا كان بيقول لك احنا ما بنتكلمش، ده احنا مش احنا اللي بنقول، ده انتوا عندكم ناس كتبت في الجرايد وعندكم النشطاء بتوعكم مش عارف كتبوا ايه والكلام ده كله. يا ابراهيم دي على الجانب الاخر مواطن مصري اتقتل في ايطاليا ولم يتوصل ما هو الى الجناه. شريف ميخائيل اتقتل في عربيه في لندن، محمد باهي صبحي اتقتل جنب السكه الحديد في نابولي ولغايه دلوقتي ده بالهم، وعادل معوض هيكل اختفى ده لغايه دلوقتي ده اختفى بقى مش لاقيين له لا لسه ولا حاجه بقى له على سنتين. مريم اللي ضربت في لندن في بلد الديمقراطيه بقى الاسبوع اللي فات لا يعني بقى المفروض دولة التايهة بيلاقوها. طب يعني حضرتك المضحك بقى في موضوع مريم في لندن ان الشرطة البريطانية قالت معلش اصل الكاميرات في المكان ده كانت عطلانة. امال يعني لندن اللي هي متغطية كل شبر فيها بكاميرات قالوا ما احناش عارفين الجناية، وما جابوا واحد منهم بعديها يعني، بس كان ردهم على أسرة مريم ان الكاميرات كانت معطلة. لا يعني هما النهارده لندن مع الفارق يعني قايمه على انجلترا قايمه على حلها عشان الجاسوس العميل المزدوج بتاعهم ده الروسي ده وهم طبعا خدوا يعني هم طبعا خدوا واحد يمكن 2-3-0 دلوقتي الاتحاد السوفيتي ده ثالث او ثاني واحد يمكن يعني هي طبعا يعني تبقى حرب بين اجهزه مخابرات يعني ده ثاني واحد يتقتل في لندن بالطريقه ديت يعني طب انتوا يا اخوانا بتوع لندن انتوا المفروض ما دام انتوا جبتوا بقى يقول لك ولقوا اثار الغاز السام مش عارف ايه اللي كان طالع كنا تعرفوا كده. طب البنت اللي اتضربت علقه موت وفي اتوبيس وفي قدام مواصلات عامه مش عارفين تعرفوا يا فندم انقذها الو يعني البنت في حاله حرجه وفي حاجه بتتكتب على الفيسبوك الله اعلم انما بتقول انها توفيت يعني ارجو ان يكون هذا الخبر خاطئا، انما انا عايز اقول ان حادث الضرب يعني ده مش غاز سام واحد طلعه من 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 انبوبه وراح رميه على الراجل ولا رشه ولا خده بختين في وشه لا ده مجموعه يا فندم لا مجموعه اعتدت عليه ده 12 واحده ضربوها يعني انتوا لقيتوا اثار الغاز السام وعرفتوا انه كذا يعني بتجيبوا التايهه وواحدة تتضرب 10 ولا 12 واحدة يضربوها ويعملوا فيها ده كله ومش عارفين هم هي دي الديمقراطية. على كل حال يا ابراهيم يعني بصفة عامة وانا قلت الكلام ده أكثر من مرة، طالما عندك استقلال قرار سياسي، طالما عندك تنمية في القوة العسكرية بحيث تمثل ردع للإقليم اللي حضرتك فيه، طالما في دفاع عن مصالحك وطالما مفيش تبعيه لاي حد، لازم نتوقع ذلك ولازم نكون يعني فاهمين ان هيستمر علينا الهجوم. وزي ما حضرتك قلت قبل كده في الحلقه ان قدامنا الفرصه موجوده دلوقتي في الانتخابات بغض النظر عن الراي، انما لما الشعب كله ينزل ينتخب يبقى دلوقتي الشعب موافق على ما تقوم به قيادته السياسية من إجراءات بغض النظر عن الرأي أيا كان الرأي، ولكن المهم المشاركة حتى يعني يبقى شكل مصر قدام العالم كله اللي قاعد بيهاجم ده إن لأ في ثقة في القيادة السياسية وإن الشعب موافق على هذه، مش الشعب غالبية أنا ما بتتكلمش باسم الشعب طبعا، ولكن غالبية الناس موافقة على هذه الاجراءات. سياده الممدوح الامام بشكر حضرتك جدا يا فندم. العفو يا فندم. ولو انت والنبي ليك معارف الاتحاد الاوروبي يا ريت تكلمهم يخفوا عننا شويه بس، او تعرف لنا على الاقل او نفتح المندل مثلا عشان نعرف هم زعلانين من ايه يعني اذا كان كده. شكرا يا فندم. طبعا حضراتكم شايفين الاتحاد الاوروبي والسلبطه والكلام ده كله، وبكره هيطلع حد تاني وبكره هيطلع حد تلاقي في الكونجرس الامريكاني 5 ماضيين على مذكره عشان مش عارف يعملوا ايه والكلام ده كله. الرد الوحيد والله العظيم الرد الوحيد على كل هذا الكلام ان يكون احنا عندنا 59 مليون واحد في الجمعيه العموميه بتاعت مصر اللي هم لهم صوت انتخابي،
الرد اللي يخرج دول كلهم ننزل الانتخابات. نزلنا الانتخابات العمليه الانتخابيه دي نزلنا، بس هو نزلنا مش معناها ايه، ما نزلنا ان الشعب موجود. ما هو الشعب الموجود هو الحامي، هو الشعب اللي هو الحامي هذا البلد. ولولا الشعب المصري ما كان في 30 يونيو ولا 30 نوفمبر ولا اي 30، ولولا الشعب المصري في 26 يوليو ما كانش ده كله مولود. وهو ده اللي هزهم. ويمكن حضراتكم لما كان سعاده السفير محمد العرابي هنا مولود وبيتكلم على ازاي ان الغرب كله بيقول لهم، بيقول ان انتوا عندكم هتعملوا 30 يونيو، كان بقى بانت المساله ان الاخوان شيء، انما ينزل الناس انزلوا معاه ما عندناش مانع. انت مالك انت ننزل في الشعب ينزل ومنزل، انما تشيلوا الاخوان ده ثلاث سنين ولازم يقعدوا مش عارف ايه. هم لما لم يخطر على بالهم، هم كانوا فاكرين اللي هينزل 30 40 الف 50 الف هنا و30 الف هنا، يا لما تجمعهم يجيبوا مليون. انما ما كانوش متخيلين ان في 30 مليون ينزلوا. هم دول عشان هم ما يعرفوش الشعب المصري، ما حدش يعرف الشيفره بتاعته، ما حدش يعرف الكتالوج بتاعه، عشان كده هم اتخضوا واتكتموا. عايزين نكتموا تاني ان شاء الله، ودي الكره في ملعب الشعب كله. يطلع يا سيدي فاصل. وزارة التموين يعني عملت نوع من انواع التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، اللي احنا داخلين على موسم القمح خلاص بيتحصد في ابريل، يعني هيبقى تسليم القمح. وعشان الصوامع انا مش قادر افهم، يعني وزارة التموين بتقول عشان نشوف حالة الصوامع ومش الكلام ده كله. انا اللي اعرفه ان من اهم القرارات اللي اتخذت في الفترة اللي فاتت، وده على فكره كانت حاجه مهمه جدا، الصوامع. احنا انشانا عدد كبير جدا من الصوامع وتكلفه مهم. ليه؟ لان احنا ما يبقاش بنستورد 70 80% من انتاج القمح، من القمح، وتيجي العصافير بتاخد 20 25% منه، العصافير والقوارض. فما ينفعش. فتعمل سيستم تاني خالص. الشوان اللي كانت معموله بلموطي في الهواء كده واتلغى ده، واتعمل صوامع على اعلى مستوى تكنولوجي. ده موجود. ايه ممكن صيانتها وممكن تبقى مصيبه سوداء، هي تبع مين؟ يعني على اي حال انا مطمن طالما الرقابه دخلت في الموضوع. لو في حاجه باظت من الحاجات الجديده اللي اتعملت، اللي المسؤول عنها يتعلق على اعلى حته في الصوامع دي صراحه كده. نمره اتنين، وزاره التموين هي اللي جابت، هي طبعا جابت بتقول جايين يشوفوا الصوامع وحاله التخزين وقدرتها على التخزين والكلام ده كله. انما في تقدير ان وزاره التموين بتبحث عن حاجه تانية كان في الموضوع كمان، لان احنا عارفين الفضيحه اللي حصلت السنه اللي فاتت. الناس على الورق يعني هي ده دي عصابه كامله على الورق، يقول لك دخل 200 الف طن، دخل قد كده ارذب، دخل كذا دخل كذا على الورق. فتكتشف وجايبين اسماء الفلاحين، وانت تروح تدور ما تلاقيش حاجه جوه. وقضية انا ما اعرفش انتهت على ايه الحقيقه، عشان احنا اجراءات التقاضي بتاخد فتره، انما ما اعرفش انتهت على ايه. يا ريت الرقابه تشوفها تاني، وطبعا وجود الرقابه هيمنع حاجه زي دي تحصل تاني. لما 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 انا سالت في المساله دي، طب ايه الحكايه؟ طلع ان ايه، ما احنا في ناس عندنا، ما احنا عندنا حاجات غريبه جدا. يعني احنا بلد بنستورد قمح، ما ينفعش لما ازرع شويه قمح هنا اصدر انا، الناس تصدر ليه؟ ما تقوليش عملة صعبة، ما حدش البلد ما بتشمش عملة صعبة من الحاجات اللي هي اللي هي معمولة الدكاكيني دي. صعبة ايه؟ أنا طالما عندي عجز في القمح يبقى ما أصدرش، اللي يعوزه بيتي يحرم على الجامع، أصدر ليه؟ اللي بيصدر ده قطاع خاص طبعًا. فطلع إن هم كانوا بيصدروا القمح اللي اتدخل صدروه. المركب اللي كانت هتجيب المركب عشان تدخل القمح قصاده الإمرائي، هم بيصدر ليه؟ القمح المصري العصب بتاعه اقوى جدا. عصب يعني ايه؟ لما حد يعجن عجينه قمح كده ويشد العجينه، لا عرق، لا ما بتتقطعش، تتشد كده. لما تيجي تعجن عجينه الذره وتشدها تتقطع، ما فيهاش عصب. فعشان كده القمح بيتعمل منه مخبوزات وكل الحاجات اللي بتتعمل دي. والقمح المصري يعتبر من اجود الانواع، فهم بيصدروا ده بسعر غالي وبيجيبوا لنا القمح التاني اللي ملوش شكل ولا نوع والبتاع حبايه القمح قد كده. طب احنا نصدر ليه؟ ما انا عايز سيد وزير التموين اصدر ليه واصدر رز ليه؟ الناس الخمسه سته الكبار اللي بيصدروا ده وده، ما كفايه ده انتوا ربنا فتحها عليكم وربنا يفتحها عليكم، بس سيبوا البلد بقى شويه، ارحمونا.
وارحموا البلد شويه. بس ما دام انتوا جبتوا رجل الرقابه جوه، طبعا وزاره التامين نبيتهم على انهم هيفتشوا ويشوفوا الصوامع، انما ما دام الرقابه دخلت في الموضوع ده كل اللي بيلعبوا دول حقيقه هيمتنعون زي ما بيقولوا. فاسوان بقى لما نروح اسوان، كانت هناك الاختبارات البدنيه والفنيه الكشف الطبي على الطلاب المتفوقين في اسوان، اللواء مجدي حجازي محافظ اسوان وسيد محمد ابو النصر رئيس مكتب الرقابه الاداريه في اسوان، شهدوا النهارده كان في مركز بدر. واحنا عارفين المبادره دي كانت مبادره من سياده الرئيس والهيئه، هيئه الرقابه بتنفذها بالتعاون مع مدير الشباب والرياضه ومع الرياضه ومع الصحه ومع الازهر كمان ومع التربيه والتعليم، يعني كل الفروع عشان بناتنا واولادنا في كل حته نقدر بياخدوا فرصتهم في فيما يخص ده. احنا ليه بنعمل كده؟ ليه الرقابه الاداريه اضطرت تعمل هذا الكلام؟ لان النهارده ما تنزل لي الصوره ديت يا سامي اللي فيها ده على الشاشه الكبيره عايز اشوفها اللي فاتت. ليه بنعمل ديت؟ لان احنا المفترض ان الكشف على المواهب لو احنا عندنا ممارسه يا لو انت حضراتكم بقى نقف على الصوره دي سيبها لي شويه يا سامي. شايف الشاب الصعيدي الصغنن ده مثلا عنده حوالي 12 سنه بتقديري كده، طوله بقى انا شايف ان طوله مثلا ايه ده 175 داخل على 180. انا هنا دي موهبه دي خلاص انا ما اسيبوش، ما هو الطول بالنسبه لنا في الرياضه ده هيبقى ده لو في العاب القوه ده هيبقى جامد جدا، ده في بالنسبه لو انا لعب كره يد أو اي حاجه من الثلاث لعبات الجماعيه يد طايره سله هيبقى جامد جدا، ده في حاجات كتيره في الرمي لان لما تشوف دراعه بالنسبه ليه وهتلاقي رجله، انا من غير ما انا مش شايف رجله قد ايه، انما هتلاقي رجله صغير وزن ده كده هتلاقي 42 43 مقاس رجله. كل ما طول الادم بيبقى كبير كل ما يديني بيدي الموهبه مميزه، لان الرياضات كلها اساسها القدمين، اي رياضه حتى اللي بتتلعب بالايد اساسها القدمين، لان الرياضي بيلعب او بيمارس الرياضه بتاعته وهو محمل على الرجلين الاثنين. الادم بقى لما يبقى كبير كده ما شاء الله، لما يبقى كف ايده كبير كده خلاص، هو دي المواهب اللي انا في السن ده، لما يبقى في السن ده بقى 10 و11 سنه والطول ده الحقه من دلوقتي. ده لو خد بقى فتره تدريب 5 سنين صح والكلام ده كله هيبقى عندي ابطال عالميين. يعني ايه فكره هايله الحقيقه، فكره هايله. طيب ليه بقى عملنا ده؟ بنضطرينا نعمل ده لان ما فيش ممارسه، لان الرياضه المدرسه المصريه اللي فيها 20 مليون ولد وبنت وطالب وطالبه ما فيش رياضه، ما فيش ممارسه. فالحل الوحيد ان انا بطلب، ده مش كفايه انما احسن من لا شيء. انا بفتح الفرصه قدام اي حد شايف ان هو عنده امكانياته الجسديه او هو حاسس انه موهوب يجي يتقدم وهنعمل له اختبارات. انما الشيء الطبيعي يبقى عندي ممارسه، والممارسه هي اللي هتفرز. اما 20 مليون عايزهم يمارسوا، انا عايزهم يمارسوا عشان صحتهم تبقى كويسه، وعايزهم يمارسوا عشان يبقى عندهم لياقه بدنيه، وعايزهم يمارسوا عشان يبقى عندهم لياقه نفسيه، عايزهم يمارسوا لان ده هيبقى خليه مواطن صالح بيندمج في المجتمع. لما كل دول يقدر ينتج اكتر، والبنت دي هتبقى ام افضل لما تبقى صحتها كويسه. لما ال 20 مليون بقى يمارسوا هيطلع لي منهم عشرات المئات من المواهب وربما الاف المواهب، الممارسه اللي تكشف عن ده. انما انا دلوقتي لما بشوف انا اللي جالي بس ده افضل من لا شيء. برضو هنروح جنوب الوادي، الرقابه الاداريه مكتب انا مسكوا 4 مهندسين في الاداره الهندسيه في جامعه جنوب الوادي مع مقاول، كانوا عاملين تربيطه كده، هو بيقدموا مستندات على ان المقاول عمل عمليات حاجات ما حصلتش وورد حاجات ما جاتش. الكلام ده بكام بقى؟ ب 10 مليون. طبعا ايه راحوا على النيابه، والنيابه دي سكعتهم 4 وان شاء الله هينتظروا 15 كمان. في ظل الحاجات الغلط دي كلها، في راكب كان جاي النهارده مصر رايح مصر دبي، وفي الشنطه كده اتحطت مأمور الجمرك شاف، فليه الشنطه بيبقى فيها الشنطه بيبقى فيها مواسير ساعات اللي بتبقى تقويه بتاعتها كده، فمواسير او هي معمول فيها اغلبها الشنطه اللي فيها دي، فلقوا المواسير معتمه، شكوا فتحوا عملوا لقوا كان بقى 500,000 جنيه. حد هيقول لي طب هو مهرب بالفلوس المصري ليه بره؟ لانه هناك النهارده اللي جاي من دبي او جاي من اي دوله او ما كان فلوسه كلها مبرومه محطوطه،
هو بيبيع هناك الفلوس المصري دي هناك، لان واحد جاي هنا هيصرف بالمصري فبيبيعوا له الفلوس المصري هناك وبياخدوا الدولارات، ويبقى عمل يعني مخالفه وحاله. النهارده كان جنازه كابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكره الاسبق رحمه الله عليه. كابتن سمير زاهر توفاه الله كان امبارح، وكان الحقيقه تعرض في السنتين او الثلاث سنين اللي فاتوا كان معاناه شديده مع المرض. الكابتن سمير زاهر بكل المقاييس هو رئيس الاتحاد الكره الافضل من حيث النتائج في تاريخ مصر. 4 بطولات كاس امم الافريقيه، 3 منهم على التوالي 2006 و2008 و2010 والبطوله بتاعه 1998 اللي كانت في بوركينا فاسو. كابتن سمير زاهر ابن دمياط، لعب كره في دمياط، نقل النادي الاهلي في سنه 64، لعب منتخب عسكري ولعب في منتخب الكبار. وبعدين الكابتن سمير زاهر عضويه مجلس اداره في العمل الاداري، بدا في هليوبلس وبعد كده عضو في مجلس اداره اتحاد الكره، ثم نائبا لرئيس مجلس اداره اتحاد الكره ورئيسا لاتحاد الكره على فترتين. الحقيقه الانجازات بتاعته في فترتين انجازات غير مسبوقه، وبعتقد انها صعب 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 ان حد يحققها. صعب ان صعب ان اي دوله في اي حته تاخد 3 بطولات ورا بعض على التوالي. احنا عملنا ده 2006 2008 2010 كاس الامم الافريقيه، صعب على اي دوله افريقيه في اي بطوله صعبه. الف رحمه لكابتن سمير زاهر. وبمناسبه الكوره والرياضه، امبارح كنا اتكلمنا، كانت على الاساس ان الازمه بتاعت عبد الله السعيد انتهت وانه وقع للنادي الاهلي والكلام ده كله، وانا ما كنت كان جزء من الازمه دي، انا ما عنديش تفاصيله بالكامل، فكنت بتكلم وما زلت مقتنع بده، ان اللاعب حر ان يختار عايز تقعد في النادي بتاعك في الاهلي او الزمالك او في اي نادي عايز تقعد، ما حدش هيضربك على ايدك، عايز تمشي ما حدش يضربك على ايدك، تمام؟ هي دي القضيه، ده المبدا الاولاني. انا كنت متصور ان هي الفكره كلها ان هي، هو طبعا في خطا حصل في الموضوع بتاع عبد الله السعيد. المفروض لما يبقى واحد عقده هينتهي السنه دي، المفروض انا بجدد له من السنه اللي فاتت. طبعا ده خطا حصل في كاداره كره في النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، المجلس اللي سابق يعني، وليه المجلس ده ليه المشكله ديت. انا بقى اللي كنت يعني انا كنت متصور ان المساله ان النادي هم اتاخروا عليه والكلام ده وكده، والمساله وان هو عايز يطلع بره وعايز فلوس اكتر، حقه يطلب فلوس اكتر، حقه يطلب زي ما هو عايز، وانا حقي اقيمه زي ما انا عايز، انما مش من حق يعني. انا بس دي النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها بقى، مش من حق عبد الله السعيد او غير عبد الله السعيد انك تبقى عامل حاجه وتقول حاجه تانية. انا بقى انت يا راجل رايح موقع مع نادي الزمالك ودافع لك فلوس وكلام ده وسايب المنادي دي، ده اللي انا اقصده، ده ما ينفعش الكلام ده. يبقى فين؟ لو انت راجل لاعب في نادي تاني، انت لاعب بتلعب في نادي تالت والاهلي عايزك والزمالك عايزك، مضيت هنا وما بتقولش ده انت حر، انما تبقى لاعب في النادي الاهلي ومقيد في النادي الاهلي وعلى ذمه النادي الاهلي، دي تفرق كتير عن لاعب في نادي المقصة هنا ويمضي النادي ويمضي النادي، ده تفرق كتير يعني. انت موجود مع الناس ديت، طب يا اخي، طب ومع زملاتك دولت، حتى لو انت عندك رغبة انت قول رأيي وقول لهم، لو انت هو في حاجة هتستخبى ما تقول، قول انا عايز اروح الزمالك في كذا كذا كذا، يا جماعة انا لي كذا كذا كذا، لو قالوا لك مع السلامة ما كانش يحصل حاجة، ما كانش هيحصل حاجة، انما انت قاعد معاهم وبعدين في الاخر بعد ما عملت الكلام ده بتقول اه والله اصل انا حصل كذا، واصل انا بقولي بالفلوس كلها في البيت، انا ما اعرفش ازاي حد يمشي ب 40 مليون جنيه، انا ما اعرفش ال 40 مليون جنيه دول قد ايه الحقيقه يعني يتحطوا في قد ايه. طبعا الحكايه دي اللي عمل تنسيق بتاعها ودبرها عضو في مجلس اداره الاهلي سابق يعني. فكون انك انت النهارده تبقى انت عامل حاجة وبتقول حاجة تانية ما ينفعش، وما ينفعش وانت قدوة ونجم. طبعا النتيجة واضحة على جماهير النادي الاهلي يعني واخدة موقف عدائي شديد جدا. النادي الاهلي طبعا قصاد هذا الموضوع كان يجب ان هو كان خلاص بقت المسألة بقى ما هي دخلنا في كده، لا كنت اجيبك بقى تعالى انا همضيك ومضوه، وفي نفس اللحظة كانوا حريصين، حتى هنشوف الصورة هنا
تمضي على العقد وتمضي والاستمارة وتطلع اتحاد الكرة تسجل في نفس اللحظة. خلاص بقى بعدين بنستخبى وبنعمل حاجات تانية. وفي نفس اليوم بعد ساعة كان قرار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وده قرار تربوي وهو ده النادي الأهلي، ان انا بستغنى عن خدمات عبد الله السعيد، هطلعه اعارة او بيع او اي حاجة بستغنى عن خدماته، انه خلاص يعني. حتى جزء من المسألة هو طبعا في انقاذ للاعب من 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 جفاء الجماهير واللي هيشوفوه، خلاص ما عادش ينفع. تمام. في انديه سعوديه يعني ليه اكتر من عرض دلوقتي من الامارات ومن السعوديه، وهو خلاص خلال الفتره ديت يعني خلال يوم او اتنين هتتمضي الاعاره ديت. عبد الله السعيد عمل مشكله تانية، يبدو ان هو سافر لندن ما اعرفش ليه يعني دون ان يستأذن. هو ما سافرش مع الفرقه لانه هو عنده اصابه، كان مع ماتش افريقيا الماتش الثاني. فالنهارده اتوقع عليه غرامه 50,000 جنيه على اليوم، لو غاب بكره هياخد 50 زيهم. ف ما ينفعش. وانا واللي حصل ده درس للعيبه، انت من حقك انك تقيم نفسك زي ما انت عايز، ومن حقك تروح الحته اللي انت عايزها. وبعدين انت النهارده انت النهارده خلاص، ما انت دي مش انت مش في نادي، مش في نادي ثالث وبتختار بين نادي ونادي، انت في النادي الاهلي وعقدك انت خلاص، انت هتمشي خلاص حر بعد 3 4 5 6 ايام هتمشي حر، او يعني اول ما ينتهي العقد بتاعك هتمشي حر من غير النادي الاهلي، ماخد فيك مليم واداد ورقه الضغط اللي بتعملها. ماشي، هي دي غلطه النادي الاهلي المجلس القديم وغلطه جهاز الكره في الوقت ده او اداره الكره. انما يا اخي انت بقول لهم النادي الاهلي بيكلمك وانت بتقول لهم انا عايز اكتر وكلام، قول لهم الصراحه راحه، قول له انا عايز، انا بتعرض عليه كذا وانا عايز كذا، عايزني كذا ما كانش عايزني وانا اللي عايزني كذا. يا اخي اعمل حساب للعشره اللي انت عشتها، مفيش حاجه بتروح، بس خلي بالك انك انت مرحله الكره بتنتهي، بس الحاجات دي بتبقى في ذاكره الجماهير وبتبقى نقطه مش كويسه، خلي بالنا من النقطه دي. يعني خلي بالنا، ما هي منظومه الكره عندنا الحقيقه لا احنا محصلين احتراف ولا احنا محصلين هوايه، احنا عندنا كوره زي اللي بره. شبه الله يمسيه بالخير ويديله الصحه والعافيه الفنان الكبير الاستاذ صلاح السعداني، هو صاحب نظريه الشبهيه، يقول لك احنا عندنا كوره شبه، هو اهلاوي كبير طبعا الاستاذ صلاح السعداني، يقول احنا عندنا كوره شبه، ملعب واخضر برضه كده بيبقى مخضر، صحيح هو مخضر اول السنه بس وبعد اول ماتشين بتلاقي ايه الخضار راح وطلع الطميه اللي طالعه، انما اهو واللعيبه بتلبس لبس زي اللي بيلبسوه بره، وعندنا حكم برضه معاه صفاره وهكذا. احنا بعيد يا جماعه، مفيش في بره يحصل الكلام اللي حصل، الهرتله اللي حصلت دي من يومين ديت على مدى يومين، ما حد ما يقدرش لاعب يعمل الكلام ده كله، ولا في جمهور يقدر يعمل الكلام اللي عمله الالتراس ده، ولا في اي حته في الدنيا، ولا في اي حته في الدنيا ممكن يتم ده. انما احنا عندنا حاجات غريبه، يعني انت رايح الماتش علشان تشجع وعشان الرياضه، لا من حقك انك انت تقول، لا تحول المساله لامور سياسيه، ولا من حقك انك تشتم، ولا من حق ده كله يعاقب عليه بالقانون، ولا من حقك انك تولع، ولا من حقك انك تكسر. ايه ده؟ هي فوضى. وطبعا هم الالترس عمل كده، استمرأ هذه المساله لانه بيتدلع بقاله 7 سنين واخدين، واحنا هنا على اكف فرحة عمالين ندلع فيه، والبعض ينادي. وطبعا الالترس ده هناك فرقه دفاع موجوده في النخبه وفي الثوار والكلام ده، في واحد من الثوار كتب على صفحته بعد الحادثه ديت بيحيي هذا الشباب البطل النقي الطاهر. الله، ده انت بتحيي الناس اللي بتصدر فوضى في البلد. هل يا جماعه ان كنتوا كرهكم لان كنتوا مالكوش مكان دلوقتي، وكرهكم ان كنتوا كشفتوا بتقولوا الكلام ده؟ هل معقول الكلام ده؟ ازاي احنا الوحيدين؟ على فكره مشكله الالترس ودخول الجماهير في الماتشات والكلام ده تتحل في يوم وليله. حادثه بتاعت النادي الاهلي دي خلاص، انا اعمل اربط الكمبيوتر، اعمل يعني انا اعمل حاجه واحده مربوطه عند وزاره الداخليه، الالتر الظاهرة أمنية وليست ظاهرة رياضية، اللي بيتكلم على انها شأن رياضي ما هو مش واخد باله. ما احنا عدنا من ساعة الالتر اسمه طلع في 2006 ولا 2007 بنتكلم على انه شأن رياضي، هو مش شأن رياضي، ده صاحب الالترس وصاحب 6 ابريل وصاحب كفاية.
الالترس اخطر تنظيم موجود. الالترس هو تنظيم معمول تنظيم متطرف. الاول بدوب ان يشجعوا ويسقفوا ويعملوا ايه ويعملوا دخله ويعملوا مش عارف ايه، وبعدين قلبوها لتعصب وبعدين لتطرف، وشفنا التطرف في محمد محمود وشفنا وشفنا وشفنا. الالترس جماعه متطرفه رياضيا زي المتطرف دينيا، والمتطرف رياضيا عنده مبررات كثيره جدا تخلي التطرف بتاعه عنيف لانه قايم على انتماء لنادي. فالمساله ما تتعاملش على انها رياضه، لا مش رياضه، ده الاسم رياضه، ده الشكل اللي مرروا بيه الالترس ودخل من تحت دقننا وبقى كيان موجود، واكتر كيان موجود متطرف في مصر هو ده الالترس. عايزين نبطل الكلام ده كله. هو كله بيراهن على ايه؟ انه يروح في المدرج، هو عايز يروح للمدرج، انا حمنعه انه يروح المدرج بالقانون. اللي بيعمل دوشه زي كل حته في البلد في العالم، مين اللي واخد؟ الراجل بتاع اليونان رئيس نادي اللي باوك لما نزل بالمسدس الملعب ده، الاتحاد الدولي كره القدم والاتحاد الاوروبي قايمين ما عادوش من ساعتها اهو. ما تفهمش كان المسدس معاه سخن، ما تفهم حد سخنه الله اعلم. نزل بالمسدس ده اتمنع دلوقتي 5 سنين هيمنع من دخول اي حاجه وبدل نشاط الكوره فورا وهو رئيس نادي. انا مش قادر على شويه شباب خارج النهارده على النظام وعلى القانون وعلى كل حاجه، امنعه 5 سنين، امنعه 3 سنين. هو لو ما لقاش خلاص هو ما قدرش يعمل البلوكه دي في اي حته تانية. هو بيجي المدرج عشان هنا سلوك لمهره. يعني ايه سلوك لمهره؟ يعني احنا المسؤوليه الفرديه منتفيه، انا في وسط 100 ولا 200 واتقشتم واخسر واعمل ومحدش هيطلني. لو انا لوحدي في الشارع مش هقدر اعمل، انا مش هدخله المدرج وادخل الجماهير العاديه التانيه، واللي يعمل حاجه احبسه على طول بالقانون. ده الرياضه في كل العالم ما فيهاش هنا بقى لا ظلم ولا فساد ولا استبداد. هيطلع النحانيح يتكلموا هنخرم عينيهم بقى، لان كنتوا كده عايزين الفوضى بقى. انتوا عايزين التنظيم المتطرف ده عشان يبقى في فوضى، ما هم لسه ما طلعوش يدافعوا لان العيال ما تحولوش بقى لسه وما دخلش محاكمه. هات اقول لك سيبهم والناس سياده الرئيس، سياده الرئيس ملوش دعوه. في قانون، اللي ليه دعوه قانون. انت كسرت وخربت وبتصدر فوضى في البلد تتحاسب. اللي قاعدين بقى جاهزين عشان لانك انت لما بتكتب على كده يبقى انت عايز الفوضى، يبقى انت ما انت بت انت ما انت عايز الفوضى وعايز الفوضى تستمر. اما تشجع او تكتب او تحتضن او توافق او تبقى ليك راي، ده يبقى انت بتكره البلد. سهل جدا انا اقضي على الكلام ده ويبقى عندنا جمهور خلاص. ما ينفعش ان مصر تقعد 7 سنين ما فيش جمهور بينزل في الملاعب، لا نحضر. واللي يغلط على طول كده هي على طول في ساعتها ما حدش هيعمل. هو لو ما دخلتوش في المدرج مش هيقدر يعمل الشغلانه دي في الشارع لان عارف اللي هيحصل له. ده الموضوع. طيب احنا عندنا هي دي الحكايه، الاستاذ اسامه ابو العباس احمد وقلعه صلاح الدين انشائها وتاريخها واحداثها وكل حاجه عنها هنعرفها من هي دي الحكايه والاستاذ اسامه ابو العباس احمد. نشوف هي دي الحكايه ونستقبل بقى مين؟ شباب الابداع المبدع.